التنبؤ بالمستقبل أمر صعب، وهذا مفيد لبطل قصتنا التالية. لقد عاش الملياردير راي داليو فترة السبعينات المضطربة، فجعلته محتاجاً لابتكار شيء منيع ضد التقلبات، فابتكر طريقة أسماها محفظة كل المواسم. تقوم المحفظة على تكافؤ المخاطر، أي الاستثمار بأصول تلائم كل دورات العمل. أما أصول هذه المحفظة فهي على النحو التالي: 30% أسهم، و40% سندات طويلة الأجل، و15% سندات متوسطة الأجل، و7.5% مواد خام أو سلع، و7.5% ذهب. تفترض استراتيجية داليو تأثر الأصول بأربعة عناصر: التضخم والانكماش ونمو الاقتصاد أو انكماشه. وهنا تكمن العبقرية، فداليو لا يتنبأ بالمستقبل، ولكنه يضمن محفظته أصولاً لمواجهة المستقبل. فإذا ارتفع النمو ستكون الأسهم والذهب رابحة، وإذا انخفض ستكون السندات الحكومية رابحة، وفي حال ارتفع التضخم ستكون البضائع والذهب رابحة، وإذا انخفض التضخم ستكون السندات المحمية من التضخم هي الرابحة.